لأنه مسؤول على نفسه، ولكن سبحان الله العظيم دي ماما اللي كتخاف وكتخشى على من سيدي ربي، الله سبحانه ما عادي. وتعالى انت واحد ما كيخاف من اللعب، هذه اللي كتبين لك بانك راه تقدر تكون انت كون درتيه انت نقدر ناكلو انا، كون جيتي وقلتي لي راه غدا رمضان والله تناكل، لكن هذا رمضان ديال الله وقد الحك. الحمد لله لله الله، انا كنقول لك انا زعما الحمد لله لله الله. كون جامش على بركة الله. أنا بغيت نبدأ معك واحد، بغيت نبدأ معك الحلقة ديال اليوم بواحد تدوينة عجيبة دارها الصديق ديالنا عبد الإله محب. عبد الإله عبد محب محب ديال جريدة كان في الصباح، صديق ديالنا عبد الإله محب، أحد أكبر المشاغبين في الصحافة، الصحافة الرياضية. تحية لي من هذا المنبر، واحد التدوينة ديالو عجبتني أجدر أنا نقراها لك باختصار. قال لك على هامش الجمع العام لكرة القدم للجمع الملكي المغربي لكرة القدم، قال لك تحط طائرة الفريق الوطني المغربي سنويا في 3 دول إفريقية على الأقل. يعني ديما سنويا كل عام طائرة الفريق الوطني كتمشي لشي بلد جوج ثلاثة في الإقصائيات ولا نعم. قال لك طائرة بإمكانها حمل أطنان كتقدر تهز بزاف، ولكن للأسف لم نسمع عن طائرة محملة مثلا بمصاحف ولا بالزرابي لتجهيز مساجد، ولم نسمع عن رئيس وفد أو طاقم الفريق الوطني داروا شي عمل خيري ولا زاروا شي ملجأ مع الدول الإفريقية ولا شي دار أيتام. والغريب والمحزن هذا المنتخب يقيم ويستعد في المغرب لمدة أسبوع بكامل النجوم، وما كنشوفوا حتى شي واحد من هذا المنتخب كيدير شي عمل اجتماعي مع المحتاجين. وللأسف إضافة للفرق الوطنية، الرجاء، الوداد، نهضة بركان، كيمشيو وكيلعبوا مع فرق إفريقية وكيمشيو بزاف ديال المرات، ولكن ما كنشوفوش شي أعمال اجتماعية مع دول إفريقية مع الناس. قال لك عن أي دبلوماسية نتحدث؟ زعما واش هاد الشيء كنهضروا على الدبلوماسية والموقع المغربي وداك الشيء، واش ما كانش من الممكن أن هاد الناس حتى هما بطريقة غير مباشرة أنك تمد روابط الأخوة مع هاد الشعوب وهذه ودير بزاف ديال الأشياء؟ لا تبارك الله، رومارك في محله يعني صراحة. وغادي نربطها بواحد القضية تاعي والله العظيم، عطانا غير رأيك في لا لا عجبني. كنظن بأنه غادي يكون سباق لهذه الملاحظة، لأنه ماشي سهلة. يمكن احنا شحال وحنا كنتكلموا على بزاف ديال الحوايج على المغرب وإفريقيا، ومشى لنا هذا، وخصوصا القضية ديال اللاعبين ديال المنتخب ولا المنتخب الوطني، لأن عنده الحق الطائرة اللي كتمشي دائما فيها بزاف ديال الحوايج اللي كيتعلق دائما بشي ديال الكوزينه والطبخ وهذا، اكثر ما هي ما كتشي كي قلتي انت حوايجات اللي بصح نيت مشيت تما ودير انجاست اللي تقيد عليك وتخلي الاثار. بيان سور، فانا كنظن المره اللي كنا سمعنا هي المنتخب المصري اللي عقلتي اللي كان شارك في غانا، وقيله اللي غيفوز بهذا اللقب كان دار شي جيست ذبح شي لعقلتي يا منير والله ما كنت سمعته، وانا كنخرج ودار شي حاجه تما شي صدقه ودار هذا ما عليناش. كيعجبني الحال انك كنشوف انا بوتريكا وكنشوف واحد عدد كبير في هذوك الناس اللي مرضوا بالسرطان، وكنشوف ذاك هو ماشي غير هما. دابا كتشوف حتى الجمهور المغربي واحد الوقيته عجبني ولا تيعقب على هذه القضيه، تيقول لك كنشوفوا النجوم ديال سميتو خصوصا الافريقيين منير كي معتمدين بزاف على كيرجعوا للدول ديالهم وكيأسسوا مدارس كيديروا بزاف ديال الحوايج تبارك الله لا داعيه باش نقول لك، كاين اللي كيخدم في صمت في هذه الناحيه. راه التاديه ولنا كاين بزاف منهم خدام صمت، جو سي اي، ولكن حنا دابا انا هضرت على العلاقه مع افريقيا. العلاقه حنا ملي كنمشيو كنقول لك انا مزيان عبد الاله قال تطرق لواحد القضيه اللي هي جميله جدا، وهي انه بصح حنا اكثر من مره مشينا ما خلينا فين مشينا، ولكن بزاف. بغينا ديك المكانه ديالنا تزيد، يعني كيف كنقولوا حنا تزيد للفوق. وباش غادي تزيد للفوق منير هو بهذه الاعانات اللي كتكون اعمال اجتماعيه، الاعمال الاجتماعيه اللي هي سهله. انا بالنسبه لي سهله، بالنسبه لنا احنا كمغرب سهله، وبالنسبه للجامعات هي سهله، وبالنسبه للعناصر الوطنيه هي تجيهم سهله الحمد لله. وبالمناسبه فالرابطه الوطنيه للصحفيين الرياضيين اللي على راسها عبد اللطيف متوكل، وتحيه لكاع الجمعيات ديال الصحافه الرياضيه اللي كاينه في المغرب، هما دابا راه شي 6 الجمعيات، فتحيه لهم كاملين. ولكن الرابطه يعني بدايه من اليوم، بدايه من العشرة غيديروا شي منتديات عن بعد. عن بعد مزيان. وهاد المنتديات قال لك اسيدي في الموسم ديال هاد الثاني، لانه حتى العام اللي فات كانوا كيديروهم، هاد العام اسيدي الموضوع هو الدبلوماسيه الرياضيه رافعه للتعريف بالقضايا الوطنيه والترافع عنها قاريا ودوليا. الى اي حد الرياضه مثلا كتساهم في الدبلوماسيه المغربيه، ودايرين ضيوف هنا من الوزن الثقيل اللي غادي يستضيفوا كل مره، منهم فوزي القجع
رئيس الجامعة اللي هو عضو ديال مجلس الفيفا، كاين السي عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة، كاين السيدة بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة، كاين سي فؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الإفريقي للمصارعة، سي محمد مستحسن رئيس الاتحاد الإفريقي للملاكمة، سي محمد بلماحي ديال السيكليزم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ديال سباق الدراجات، والسي إدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتيكواندو نائب رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو الاتحاد الدولي. شي شحال ديال الأعضاء مغاربة كاينين في المؤسسات الدولية؟ إلى أي حد ممكن هاد الناس مثلا ممكن نسمي هذه المناظرة؟ إيه ولكن سميتو ومزيان يكون فيها نقاش وتاخذ من عندي يا منير وناخذ من عندك، مزيان. أنا بغيت حتى هاد الناس يشرحوا شنو كيستافد المغرب من الموقع ديالك أنت في هذيك البلاصة اللي أنت فيها. شوف إحنا صراحة دائما كنا سباقين منير هادشي ديال خصوصا الدولة ديالنا المغرب على رئاسة ديالو صاحب الجلالة محمد السادس، اللي كنظن انه دائما حنا فهادشي ديال شو مؤخرا منير مع لبنان، وي كنظن خير دليل على ذلك انت شتي يعني الإعانة اللي تعطات وهذا، وماشي اول ماشي لبنان هي اول دولة، كنظن فيما كتكون شي حاجة اللي هي كنكونوا حنا سباقين دائما، المغرب دائما منير سباق في هذه المسائل ديال الاعانه وديال التعاون واللي بغيتي. فانا مزيان نشوف هذا الشيء، ولكن خصنا نزيدوا نجتهدوا منير، خصنا نزيدوا نجتهدوا. وقلتي واحد الكلمه مزيانه وقال حتى الاله، انا كنظل حنا دابا افريقيين منير، ما فيها لا ما نتكلموا لا ما نتكلموا لا اوروبا، حنا ما غاديش نقدروا تمانا، حنا افريقيين. اذا حنا الشاغل ديالنا وافريقيا قد ما قدرنا نوطل العلاقات ونديروا هذا غادي نكونوا حنا، وحنا الحمد لله كاين احترام متبادل، كاين بزاف ديال الحوجات، ولكن غنزيدوها نوطوا العلاقه منير باش بهذا الشيء. وهذا غير في اطار الجواب على السؤال ديال احد المستمعين ديالنا الاصدقاء ديالنا البارح، فاش قال لك واش فوز القجع والرأوج المناسب في هذا الموقع وداك الشيء، وكنا جاوبنا بلا راه ما يمكنش ترشح المناصب بحال هكا الا ما كانتش اجهزه الدوله عارفه بانه هذا الشخص هذا خصو يتكلف يكون هنا. ثم شنو الدور ديالك بحال مثلا داك القانون ديك الماده اللي تبدلت تعدلات في القانون الاساسي ديال الكاف، هنا راه كان المغرب عنده مصلحه في هذا التواجد في افريقيا، والمغرب خصو يحمي المصالح ديالو جميع. فهنا فين جا النقاش مع رؤساء الجامعات حتى هما، شنو الموقع ديال كل واحد وكيفاش كديروا لتحريك هاد المساله. فمواضيعنا اليوم في الحلقه ديال اليوم مستمعينا الكرام متنوعه، اكيد غنرجعوا لبعض المباريات ديال البطوله الاحترافيه لا القسم الاول والثاني ديال نهايه الاسبوع، غنتكلموا على بعضنا لانه باقي عندنا متسع من الوقت يوم غد، اضافه العوده للجمع العام ديال الجامعه. قراءه واحد شويه في البلاغ اللي صدر البارح بعد ما احنا كنا هنا كنتكلموا، بلاغ للاسف كنا كنتمنوا يكون كيشرح بالتفاصيل وكنعطانا غير مجموعه ديال العناوين، ثم غنتكلموا على الموضوع ديال بطوله الهوات وداك القانون ديال اللاعبين. دابا اليوم غتعطيني رايك مزيان، وغادي يكون معنا احد الضيوف اللي من قسم الهوات حتى هو يعطينا رايه، وشوفوا مزيان شوفوا قلت لك البارح من قلب بطوله الهوات كيفاش الناس كيشوفوا هادشي. شي واحد منير قريب من الحدث اكيد. بدايه فخر الدين البارح بعد مثلا الجمع العام، المهم كل واحد كياخذ نقاط شفتي المباشر وداك الشيء، ناقشنا مجموعه من الاشياء، ما كاين حتى شي مشكل، هاد التعديلات اللي دارت هاد الاشياء اللي ما دارتش، ولكن كنت كنتسنى البلاغ ديال الجامعه اللي صدر يكون يعني حتى اللي غيقراه اللي غيكون متاح للعموم يكون زعما فيه تفاصيل، ما فيهش غير يمكن الاخرى بالمرموز ما داك الشيء شويه بحال هكا بحال غير رغوه يعني. وفيها الاكثر انه هو افتتح السيد فلان الفلاني الجلسه وتمانا واكذا، في الوقت دوك الخطوط العريضه ديال دوك القوانين اللي تم التعديل ديالها الناس باقي ربما ما فاهمينش، خص مازال الشرح ديال داك الشيء اللي تم التعديل ديالو. انت كيفاش كيبان لك هذاك التعديل فاش خديتيه اول مره؟ واش كنتي كتسنى شي تفاصيل شي واحد مثلا يخرج يشرح؟ سمعت اليوم السي حسن الفيلا اللي راه خرج دار شرح، ولكن ماشي كل مره خصك تسنى عضو يخرج يشرح، على الاقل داك البلاغ اللي خرج يكون فيه بعض الاشارات ديالها القوانين اللي تم التعديل ديالها وشرحوا للناس داك الشيء وبسطوا للناس وما كاين حتى شي مشكل. انا ساليت انا وياك البارح هنا، عجبوني دوك ثلاثه ولا اربعه النقاط اللي تكلمنا عليهم منير، واش نعطيو لكل واحد حق حقه دائما، عجبنا الحال، ولكن كيسبق لك انت قلت منير واش هادشي غيتفعل ولا لا؟ واش غيتفعل ولا ما يتفعلش؟ دابا يمكن انت من خلال كيبان لك انت من خلال الخروج ولا من هاد يعني
الاشياء اللي لاحظتيها في هذا القرار اللي خرج الاخير. هاد الاشياء اللي تعدلات. تعدلات كنظن انت باقي ما بانش كفايه الوضوح. لا هي كاينه دابا. ايوا. ولكن انا انت غتكون فاهم اكثر مني انت اللي دربتي ولعبتي في الكره. الواقع اللي كنعيشو حنا راه كاين شي حوايج اللي صعيبه انها تحقق. بحال اش اللي صعيبه تحقق مونيا؟ بحال مثلا هادشي ديال النزاعات. ودابا بلاتي مونيا. ملي كتقول انت صعيب تحقق صافي دير انت داخلك الشك. داخلني الشك. كتقول يمكن 80% ما يطبقش هذا القانون. اه. وما يمكنش. انا درت اجتماع. على اساس باش ندير تعديل يعني في البطوله الوطنيه وفي السير ديالها اللي كتمشي به لانه بزاف ديال كاينه بزاف ديال الفوضى وبزاف ديال العشوائيه وغتقول لي انا نجي ندير اجتماع منير ونخرج هذا القرار والناس كلها تصادق وتصفق ومن بعد منين نخرجوا الناس من بعد ما تقبلش. لا ما فهمتينيش. الناس قبلات دابا جو سي اللي خرج خرج. اه ولكن شنو كتقول انت يمكن من بعد اليات التطبيق يخصو يطبقها منير بحال مثلا يا فخر الدين انت غير بالعين المجرد. لا انا شو واحد قضيه منير انا خرجت قرار على انك النزاعات انا كل نادي غادي ودابا منير شوف انا قلتيها ليا وخرجنا دابا من الجمع العام سكيف انت ملي غادي تمشي وغادي تدخل النادي ديالك اصبحت مسؤول دابا على المشاكل ديالك الجامعه ما بقاش طرف انت هذاك الوقت على انك كتجيب خمسه لعابه 6 10 18 وتصيفط الاخرين والنزاعات عندك في الجامعه ثم من الجامعه كيطلعوا للطاس ولا الفيفا هادشي ما يبقاش وضيور هادشي هو اللي كانوا كيتكلموا عليه الناس كيقول لك اودي دونك حنا قلناها مرارا وتكرارا كنا كنقولوها على دونك الجامعه كتكلف لك منير بهاد النزاعات غتخليك دائما دير اللي بغيتي على انتم دائما السؤال ديالكم ولا السؤال ديالنا حنا كاملين لماذا هذا الفريق جاب وعنده ما خصوش يجيبها علاش كيدير هو هكا لان هو متملص من هذا المشكل تيقول انا المشكل ما عنديش دابا عندي معاك انت سير النزاعات هو في ضمعك صافي سلام هو فوتك الملعب خرجك من حدا الملعب اللي شوف هو بحال كحسك من حداه وخويتي ليه بلاصه في لا ليست شوف باش يجيب واحد اخر ما عندي ما نتسارك اما كيقول لك هو عارف انه راه المشكل باقي ما انتهاش ولكن بالنسبه ليه هو ما غيساليش دابا هذاك اللاعب مسكين ما غيربحش واش عام واش عامين ما عارفينش حنا راه هذا هو المشكل اللي هو غتخلي داك التحايل اللي كيديروا شوف منير انا شخصيا نوصل لك النقطه اللي بغيت دعموني انا شخصيا الا ما تقبلش الا ما دارش هذا الشيء الا ما دارش هذا الشيء ما يبقاش شي واحد يجي هنا ولا يجي شي منبر اعلامي ويبقى يهضر دابا فهمني دابا دابا القانون كاين دابا سور بابي كاين هو كاين من الرؤساء ما يطبقوش الضوء الاحمر عندنا ايوا شنو المشكل وكاين اللي يحرق الضوء الاحمر وباقي الناس كيحرقوا الضوء الاحمر من ناحيتاش بحال هكا يعني هذا قانون راه كاين واش غيتطبق واش الناس غادي يمشيو واش الرؤساء غيمشيو معاه ولا لا دابا انت غادي تعرفوا واش غيطبق ولا لا واش الاخر ديال هذا العام ولا بدايه العام الجاي صافي غتشوف التعاقدات وتما غيبان لك منير واش كاين شي حاجه انت بحكم الازمه الماليه اللي كتشوف في الانديه دابا كاين شوف وهاد الناس اللي ما كيخلصوش ديجا دابا انا كنشوف كورونا في اوروبا كامله ضرات واش دارت وحنا هنا ما اثرتش اشرح لي انت لا والله يقول لك لقيت لي فهمني انت انايا كتبقى تفهم كتبقى تقول لك لاباس اش هادشي كيفاش هاد الامور ياك ما حنا لاباس علينا كاع انا ما كتفهمش انا ما كتفهمش يا منير دونك واش ماشي غتسد عينك وتحلى فخر الدين وتلقى مثلا هذا القانون هو كاين تلقى في راسك واحد 95% من الانديه ما قادره لا تنتدب لا دير حتى شي حاجه ما تخلص صافي غادي بز منك واحد القضيه غادي تدور تعيا وترجع لهذاك التكوين اللي كيهضروا عليه الناس حيت اللي عطيتيه لك شي حاجه تيقول لك التكوين راه ما عمره ما غادي يكون طونك كتجيب لعابه طونك لي ماناجير كيجيبوا المسؤول لا ميم شوز باش هو ملي كيدير هذا تيقول لك جبت هذا بالقدو لقد جبت هذا وجبت هذا هادشي كله منير داخل في لعبه وحده وانه قضيه ديال الفلوس وما دخل لا في كويريه ما دخل حتى شي حاجه فلوس منير فلوس كتدور وتما هذيك الفلوس هي اللي ملي كتبغي انت تهضر وكتكلم مع المنخرط ولا مع هذا كتعيا ما تشرح ليه هو الاعتقاد ديالو هو انه ما عمره ما غادي ما عمرك ما غتفهم لان شوف لعاب داخل لعاب خارج ما تقدرش تعرف منير ما كتعرفش حتى الامور كيفاش واحد القضيه واش حنا كنعرفوا بحال دابا بشحال سينيتي العقد انت لا ياك طلبوا بها الناس طالبوا بالشفافيه في العقود تم التعرف شحال كيتقاد هذا الجور في الصالير ديالو في الشهر وشحال هذا باش
باش الناس كتعرف ما عمرها ما كيتعلن عليها ما كايناش كتبقى غير تسريبات اجتهادات لا والو والو وما كتعرفش هذاك اللي عاب براسو بشحال سميت واش موقع نيت ولا ما موقعش. اذا هذه كلها مسائل منير غادي تخليك على انه هذه الانديه مطالبه الا بغينا نمشيو للامام. وانت كي قلت انت يعني فوزي القجع باش يدخل لهاد العضويه ديال 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 الفيفا راه ما سهلاش خصك تنقي دارك الا ما كنتيش ان فري باترون هنايا عندك وعندك هنايا هنا ان فري باترون وعندك مسائل ديالك كلين ما فيهاش حتى منير شي حاجه لهذا راه ما يمكنش راه ما يمكنش انا انا نقول لك عاوتاني راه ما يمكنش فوزي القجع غادي يكون جالس في اجتماعات معاهم وانت داخل البيت ديالك عامر مشاكل باش غادي تهضر انت الوغ كنت كتمشي كدافع على شمال افريقيا وجنوب الصحراء على افريقيا على افريقيا ولا شمال افريقيا ولا ماشي ولكن باش ما يقدر بالدارجه اي واحد يقول لك واداف سوق راسك انت بعدا راه حيت داكشي كلشي كيوصل يقول لك سير قد هذا النزاعات وهادشي كلشي كيوصل للطاس والفيفا خبارة كلشي اذا انت ملي كتكون جالس اي مشكل كيوصل منير لعند الفيفا وكيوصل للطاس. فلهذا انا كنظن هذا القرار اللي تتخادس الا هي كان الا كان فيها رجعه انا بالنسبه لي غادي نكون ما نقبلهاش. نقرا عليك بعض التعديلات كيف جات في هذاك البلاغ اللي هضرنا عليه ونشوفوا الا احتاجت الا احتاجت الشرح. قال لك التعديلات في نظام انتقال اللاعب تسجيل الكتروني الاجباري كل الانتقالات الوطنيه يجب ان تمر عبر النظام ديال التي ام اس ما كاين حتى شي مشكل ولا يمكن لاي لاعب ونادي المشاركه في الانتقال بالتتابع في حاله عدم حاله لا يمكن لاي لاعب ونادي المشاركه في الانتقال بالتتابع. كاين يزيد واحد الجمله يشرحوها شويه باش اللي غادي يقراها صافي دير كوا انا ما فهمتهاش هادي واعره واش الا خرج من عند هاد الفرقه ما يبقاش يرجع ب قالك في حاله عدم اداء النادي اجرتين على الاقل منذ تاريخ الاستحقاق يحق لهذا الاخير المطالبه بفسخ العقد بسبب الوجيه كاينه ولكن ما وضحوش بانه واش هادوك لي سالير باش كنغمق عليك وكنخلي لا بريم ولا كيف هو متعارف عليه عالميا بريماتو سالاريت هذه بقات دابا هنا كيكون عندك اللاعب كيكون عنده لي ترونش كيكون عنده لي سالير وتيكون عنده لي بريم كي قلتي انت كتجي دو موا كينوض المكتب نهار اللي دارت هاد القضيه ديال تروموا تينوض كيعطيك واحد اموا ولا دموا صافي ونعاود معاك عاوتاني من الاول ونخليك حتى الاخر نهار الاخر ديال الشهر الثاني ما تقول لي راك انت كطالب بني والمستحقات الاخرين ما داخلينش وانا كندوز لهم المهافير مورا دوز فوالا المستحق كتسمع راه دوزوا لهم فلوسهم هاد الهضره اللي كتنا ولكن راه اون فان كونت ملي كتجلس مع اللعاب تيقول لك اودي راه حنا ما خدينا والو خدينا غير واحد سالير من دوك السالارات اخرى اما الترونش اللي تنطالبوا به يعني لو سالير انويل ديال العام كامل مقسم على 12 هادشي اللي كاين فهادي ما واضحاش قال لك اسيدي تبعات عدم اداء الاجور ضد النادي منع الانتداب لاعبين جدد على المستوى الوطني والدولي لحين تاديه المستحقات الماليه دابا ملي غادي يسالي هذا العام ملي غيبدا هذا القانون حيز التنفيذ واش داخله معاه النزاعات اللي باقا كاينه دابا ولا لا خصها تكون على الغراق المبينه خصها تكون امونير خصها تكون دونك غتطبق الا كنت خصها تكون عرفتي شحال من نادي غتعطي 45 يوم باش يخلص خصها تكون ولا يهود راه كلشي غيهود لا ماشي كلشي استثناء واحد جوج انديه خصها تكون منير انا نقول واحد القضيه الا كنتي غادي تبقى تخمم بحال هكا وندون نقولوا لا وحقه وصعيب وهذا ما نديروا والو بلا ما نديروا هذا الاجتماع بلا ما نديروا الجمعان بلا ما نبقاو نهضروا على الكره. ثم النقطة الأخرى اللي كانت تحتاج إلى توضيح هي ديك اللي كنا هضرنا عليها ديال ازدواجية المهام هي ما تمش الحديث على رئاسة العصبة باش الناس يكونوا واضحين. ازدواجية المهام تم الطرح ديالها بواحد الشكل مبطن ولكن بقى سلطة الاختيار عند رئيس الجامعة كيف ذلك؟ قال لك أعضاء المكتب المديري للجامعة ملي كيطلع رئيس لولاية مثلا أولى ولا ثانية ولا شي رئيس جديد ولا هذا الرئيس نيت في الولاية الثالثة في الجمع العام الانتخابي قال لك هو اللي من حقه أنه يختار خمسة الأعضاء من ذوي الخبرة في المجال الكروي هو كرئيس ماشي ضروري رؤساء الأندية زيد نقدر نختارك أنت في الدين نقدر نختارك أنت في الدين مستشار في الفريق إكس ولا بالنسبة لي أنت كتستوفي الشروط عرفتها. ثم سيدي كاين عضو واحد ممثل ديال منبثق على مجموعة المدربين عضو واحد ديال الحكام الدوليين وعضو واحد هاد عضو منبثق على مجموعة الحكام الدوليين والدوليين القدامى واش غيتم الاستناد لهذيك الجمعيه الاولى اللي كانت تاسات وكان الرئيس ديالها حقا ولا هاد الاخره اللي على راسها محب لا يوسف مبروك يعني هذا ما وضحوش خاص عاوتاني شي حاجه تكون. ثم عضو واحد منبثق على مجموعه اللاعبين الدوليين القدامى ولايه الرئيس ولايتين كل وحده فيها 4 سنين طالما انه الرئيس عنده منصب الى غير ذلك وهانت عندما يكون تواجده برئاسه الجامعه مرتبطا بمصلحه وطنيه عليا او عندما يكون منصبه في احدى الاجهزه التنفيذيه الجامعه مرتبط بمنصبه في الجامعه الرياضيه هذه
هذه واضحه. الثغره اللي كاين هنا اللي ما واضحش هي هذه ديال الحكام، ثم هاد الناس اللي غيختار الرئيس. يقدر يجي الرئيس يقول لك انا غنختار عاوتاني رؤساء الانديه. انت لقيتك سي كتقول الاختيار كان كيكون من طرف كاين قانون قانونيه كاين لا كانت الكوطة فيها ممثلين كذا 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 مثلا أربعة على القسم الاول ثلاثة على القسم الثاني كيتم الاختيار. عرفت دابا خدع العاتق ديالو رئيس الجامعه لانه هو غنختاره. ايوا يمكن غادي يكون الاختيار ديالو مولي على انه يشوف الناس اللي ما عندهم يمكن ما يكونش عندهم هاد اللي قلتي انت ديال ما يكونش عندهم الرئاسه ديال الفريق ما عندي ما نتسارك وما تكونش عنده ازدواجيه ما يكونش كيشغل شي 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 منصب اخر. ولكن الثغره اللي كاينه ها هو ولين فريض الرئيس اختار ثاني الرؤساء. ايوا اختار رؤساء الانديه وعادي عاوتاني اذا شنو غنكون شي ما درنا لا الا 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 شوف منير بحال بغيتي ريحتي وحدين وكان في نفس المشكل كندورو. ايوا ماشي هو هذا هذا ماشي هو العمل خاصك دير. فهادي غير احنا غير محاوله من احنا غير كنقراو غير كتقرا منير غير كنقراو جو بونس بانه رئيس الجامعه بهذا الشيء اللي كينطق به هوايا وبهذا الشيء اللي اللي باغاه الرياضه والمستقبل ديال الرياضه ما تنظنش منير غنبقاو ندورو في واحد البلاصه اللي هي مغلقه. فنتمنى يكون شي توضيح حتى الى انا كنقول لك انا النظريه ديالي واستسمح الا كان غيكون فحال هكا يعني قاعد العذاب وهذا الشيء اللي باغيين حنايا وهاد الناس اللي كنخليو لا هاد الناس كلها مسكينه كتغوت كاع الناس باغيين يشوفوا الرياضه في واحد القمه ويشوفوا ما يمكنش نبقاو نشوفوا منير الا ما طبقش هادشي اللي كتقول انت علاش درتي هاد الجمعه دابا راه دار الجمعه لا غير كنقول لك منير انا بالنسبه لي الا 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 حتى حاجه ما دارت من هادشي اللي كتقول انت بقيت هاد الجمعه ما لايق والو يعني راه حشومه راه ما كنظنش رئيس الجامعه بهادشي كله منير يقبل هاد المسائل ما تنظنش. فتحيه لمشاهدينا على صفحه الفيسبوك. تحيه ليك سي عبد المجيد الزاولي الاطار الوطني في كره اليد ومدرب فريق الوداد لكره اليد. الله يحفظك سي عبد المجيد الزاولي قال لك الاستماع عليكم متعه الاخ منير فخر الدين. الله يبارك فيك سي عبد المجيد بارك الله فيك. رشيد متواضع رشيد متواضع بلاتي اخويا سي منير دويلينا على سيسوكو دابا باش تقول هذا هذا مقابلك هذا واش هو اللي كيقول لك هذا لا ما عرفتش دوي على السي سيسوكو لا عسي سي صافي على السي ومن بعد سيسوكو. امين متوكل القجع منخرط في نهضه بركان ومساهم في شركه الفريق هذه ماشي ازدواجيه المهام. ودابا حنا كنهضروا على ازدواجيه المهام على رؤساء الانديه اللي هما اعضاء جامعيين. فوالا ملي غادي يقول لي يتم اختيار فعاليات يعني منين غيختار الفعاليات؟ اكيد غيختارها من مكاتب ديال الانديه ولا من المنخرطين بالانديه. يعني ضروري شي واحد عنده علاقه بكره القدم سينو لاش شي واحد ما كيسير ما كيدير والو غتولي ديك الهضره ديال هذا جابوا الكره عاوتاني ما عنده حتى علاقه بالكره. فهنا غير خاص يتم تحديد هذه القضيه هذه. انتم دائما في الاستماع على برنامج البطوله على شاده اف ام سي عبد الله الزوين سي منير سي فخر الدين تقبل الله صيامكم. ملاحظه سي منير عندكم واحد الخطا في العنوان ديال هذا المباشر. لا راه غادي يصلح. شنو الخطا؟ شنو هو؟ ماشي العنوان ديال البطوله العنوان ديال البرنامج اخر. الله يحفظك سي عبد الله. الله يعطيهم الصحه. المهم حنا اللي المهم حنا اللي كاينين راه حنا اللي كاينين فهمتي؟ والله لا عجبني فيك. بوركوا لا اف ام اف نا با بيبليي لو رابور فينونسي سور لو سيت انترنيت. سي امين متوكل كنشكرك على هذه الملاحظه في اول جمع عام من عندما تولى السي فوزي القجع رئاسه الجامعه قال لهم الرابور فينونسي غادي تنشر وحنا الشفافيه والوضوح ولكن كنسمعوا غير الارقام لدرجه حتى لو رابور فينونسي كي يعني كيتعطى بواحد الطريقه وبلا ما ندخلوا في التفاصيل ان رؤساء الانديه او دوك الممثلين اللي مشاو حضروا الجمع العام البارح راح حتى وصلوا عاد خداو التقرير الادبي والمالي مع العلم ان القانون خصو يتعطى لهم قبل باش يقراوه ويناقشوه ولكن مع العلم ان حتى شي واحد فيهم ما يقدر يناقش شي واحد فيهم ما يقدر يقول شي حاجه اعطيهم في هذاك النهار يقراوا اللي فهم شي حاجه اللي ما فهمش شي حاجه الارقام راه دايزه. هادشي اللي كاين وهادشي اللي كاين كذب عليك انا كاين نشر كاين كيتنشر داكشي في السطح. السلام عليكم ورحمه الله. بعد قال لك بعد البصيص ما كنت اتكلم عليه من قبل اتمنى تطبيقه السنه القادمه مع تحديد منحه التوقيع مراعاه لدخل المغاربه فلا يعقل عقود اللاعبين 3 مليون درهم على الاقل وشكرا. سي فيصل انا متفق معك هنايا ولكن شنو الانعكاسات ديال هاد لافورشيت اللي عندك هنا في المغرب كيفاش غادي كيفاش غتكون؟ لا شوف منير ما قالت شي حاجه خطا اييه راه الى غيزون غير هو خصنا نعرفوا كيفاش غادين. دابا المشكله ما عارفينش باش غادين تنقول لك هاك ولكن راه ما كنعطيكش يا منير
حكيم ريان قال لي ماذا عن التقرير المالي سي منير؟ والله العظيم بحالي بحالك فتح المالي انا تفرجت في هذوك الارقام اللي تعطاو تفرجت ولا داعي لديك الارقام راه منشوره في الاعلام وكاينه شفناه ما كاينش شي توضيح في مشات هذه ومنين جات ما كاينش شي حاجه اللي ممكن انك تقول ما تقدرش حيت ماشي انا اللي غادي نقول هذوك الناس اللي حاضرين تما اللي كيقولوا مساد انوار تحياتي لكم من تكساس محمود بن نعيم سلامي لك اخ منير والحاج فخر الدين ان شاء الله ان شاء الله الله يكثر خير خويا بارك الله فيك قال لك نتفايل عليه بالحج والقميجه مشعشعه يا سلام الله يرحم والديك شتي هذا القميجه دار لك مراوغه في مساحه صغيره هاتشي لك القميجه السلام عليكم ماذا عن التقرير المالي جاوبتك اخويا حكيم ميليتو سي اوبري شرب متنا متنا راه اخويا اصلا ديك متنا متنا اللي بقات في القرعه شربتها ابو وداد بغيت نسول الله يخليك سي فخر الدين ويعطينا الراي ديالو بكل صدق في ضربه جزاء الخياليه اللي تعنت ضد الوداد والكارثه العظمى بحضور الفار يا رب قلنا اش قلتي لي انت مولاي قلتي الحمد لله اللي ما غيرتش مجرى ديال المباراه راه حنا بغينا ندخلوا تحيه ليه اما راه شوف كل شيء شاف ملك ملك واسي منير نهار جميع الفرق غادي يتبعوا فريق الرجاء في سياساته سوف نفوز بكأس افريقيا وكأس العالم بإذن الله ملك ملك ما هي سياسة فريق الرجاء يمكن هادشي ديال ما عرفت ما هي سياسة فريق الرجاء اعطيني باش نقدر نتناقش انا وياك السلام عليكم ورحمة الله واخا سي فيصل ابو وداد سي حكيم قال لك اوبري فريق عبد الغني الدرقاوي اوبري فريق طوب الله يحفظك اخويا الله يبارك فيك بارك الله فيك اخويا بارك الله تحياتي تحيه للسي منير وفخر الدين راكم عزاز ابو الريال من تاليوين تبارك الله عليك السيمو تاليوين عليك يصرح ربي تاليوين يا الزعفران ان شاء الله يا الزعفران بلاد الزعفران مبارك بنرحو ان شاء الله الرحمن الرحيم الله يودي شي طاجين ودير فيه شي زغيبات ديال الزعفران ان شاء الله مبارك بنرحو قال لك سلام خويا منير معاك بنرحو من سيدي بنور عافاك سول فخر الدين على على الفكره على الفكره ديال السن على هذاك القانون ديال حنا هو اللي غنتكلموا عليه دابا مبارك دابا توت سويت عبد الرحمن الرباني الفلوس 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 نهار ما كانوش الفلوس كانت الكره وقيلة تقلتوا على الانديه وقيلة مش حنا خويا اللي تقلنا على الانديه كاين بعض الانديه هي اللي تقلت على بغيت نسول الله يخليكم سي فخر الدين عطى الراي ديالو داكور ابو وداد سولناه سي عزيز ستيتو باش تخلي التحليل ديال المباراه ديال البارسا خصك تكون كتسمع المنير وفخر الدين شكرا لكم الله يحفظك سي عزيز شكرا وا ديك البارسا عاوتاني البارسا حنا كناقشوا في الداخل حنا شوف حنا شوف رمضان هذا وبرنامج بالليل حنا قلنا اللي قدرنا عليها منير راه حنا كنشاركوا معاهم بحال كنونسوهم ونسونا هشام كاري الجيش الملكي حسنيه تقادير واحد لواحد ايوا تيتلعب الماتش صافي فايت مفرش في الماتش عطانا شكون اللي ماركا سي هشام الله يرضي عليك امير المتوكل قال لك لق جا نو في كو بارلي بوركوا il ne s'est pas excusé au marocain après la défaite face au bénin وهو après la défaite face au bénin راه دار واحد المناظره قداش شنو هي هي فاش جال هي فاش جاو لقاء تواصلي وهي فين الشركات والفار ولن اقبل خرج كلشي داكشي ولكن من بعد ما كانت تقول اسمي لا خطاب سخيرات كانت غضب اه ولكن من بعد ما باين لي السي منير باقي هز العصا على فوز القجع اعوذ بالله اعوذ بالله بالعكس انت سي سعيد لا لا باقي مسكين داكور السي حسن الرسالة وصلت تحية لكم من هولندا عزيز تيتو سيموك الثاني شوف شوف حتى الفلوس غير ميك ما تهضرش عليهم هو هشام كاري عطانا قال لك الزمامره المغرب فاسي واحد لواحد عطانا شكون لي ماركا مراد تويجر قال لك لو فغي بروبليم دو فوتبول ماروكان سي لي بريم دو سيناتور سون ترو ايلفي ودابا المشكله هما كيتخادوش بعض المرات تمنيا وكتلقى واحد عدد كبير من اللاعبين ما كيتخادوش كياخذ هذيك اللي كياخذ الاولى الاولى الله يرضى عليك كياخذ داك الطريق هذا صافي من بعد النزاعات سير هذا المال العام صراحه ما كاين لا كره لا والو كاين غير الوداد والوداد اش كتلعب السكي راه كتلعب الكره كتلعب الكره السي يوسف دريس وحمان سلام مبروك العواشر لا توجد معارضه في الجامعه ولو رئيس فريق يقول لا للتقرير المالي للاسف السي دريس يا ريت يا ريت تكون كان ودي يكون كانوا غير يمثلوا علينا والله العظيم ما كرهتش انا شي رؤساء شي غير يمثلوا علينا بالمعارضه كنا على الاقل نقدروا نشوفوا واحد المشهد فيه شويه ديال الديمقراطيه وكل شيء ساكت كل شيء ما كيهضر لدرجه ان شوف
انا ما غاديش نعقب على فوز القجع لان هذوك الرؤساء اللي حضروا هما اللي عطوه الفرصه ديال الاخوان هذا القانون. صافي اوكي صافي دوز ندوزوا لحاجه اخرى. ما كيعطيكش حتى الفرصه فين شكون اللي مع شكون اللي ضد. هزوا يديكم هزوا ريوسكم. بحال داك النهار راه حنا اللي احتضنا الجمعيه العموميه ديال الكاف. راه كانوا دوك الاعضاء الامين العام ديالنا هو اللي كان كيسول هذوك كاع المؤتمرين شكون اللي هز الاحمر شكون اللي هز الاخضر شكون مع شكون ضد. يعني حنا ما بغينا نشوفوا داك الشيء عندنا للاسف. على اين نبقى في داك الجمع العام البارح رسميا تمت المصادقه على معايير السن في بطولات القسم الاول هوات والقسم الثاني. القسم الاول 25 قل من 26 سنه قل 26 لاعب قل من 25 سنه وربعه اللاعبين فوق 25 سنه. هذا هي كانت الاول الاول هوات هي كانت دوك ربعه اللعابه الاخرين قل من 28 ولكن الملتمس ديال رئيس الاتفاق المراكشي وافقوا عليه داروا 25 حرة من الفوق. زيد. القسم الثاني هوات 26 قل من 23 سنة وربعة اللاعبين أقل من 27 سنة. أنت كيف جاك هاد البارح تكلمت معك على القضية ديال 23 سنة. وكاين ما عطيتينيش الرأي ديالك كيفاش شنو كيبان لك على الانعكاسات ديال هاد الشيء. أنا ما بانتي أنا خويا منير نقدر نقول لك الانعكاسات بالنسبة لي أنا نشوف دي جون لأن 23 منير راه ديجا راه راه لي أش غنقول لك؟ راه تبارك الله وصنعنا كاين هوات واخا تقول لي هوات امونيا هو ما معنى هوات يعني ان باسيون دو فوتبول كاين لا ولكن لا منير انا بالنسبه ليا يمكن هاد الهوات يولي مشتل بيبينيير اها لا ما كتبانش لك انت اصلا هي مشتل لا هي كانت مشتل فواحد الوقت من الاوقات باقي دابا لا حاليا انا مونيك تكلمت مع هاد القضيه الهوات كان كيعطي بزاف دابا حتى هو ولا كيعيش ازمه هاد فرق الهوات تعيش ازمات تايا ولات متضرره انا كان كيبان ليا هاد لاج مزيانه منير غيولي الدري تشدو اسبوار ولا شوف ا 18 اون خصو يكون ديجا ولا 19 يكون ديجا في ليكيب بروميير ليكيب ا خصو يكون معاك ديجا وكان بالعقل الا كان لي زيكيب برو لي فوق القسم الاول ثاني اصلا اللاعب ديال 18 19 ما يحلمش يلعب في ليكيب بروميير كيفاش اون ايكيب اماتور غتلعب لك 18 طون في ليكيب بروميير يلعب حيت غادي يولي حتى تولي مفروضه عليه منين غتجيبو شوف منير انا غير صنطيه دابا كاين واحد القضيه دابا ملي كتكون مفروضه عليك انت كفريق واحد غتقول لي السي فخر الدين انا ما قابلش انتم تلعبوا بدراري عندهم تجربه وانا تخلوني نلعب انا ملي غنجيبو ولكن دابا هذه معمه عليك كامل نوض تخدم اش غنخدم شوف منير هوات انا شوف منير انا ما مفروضش الهوات عندهم لا ما مفروضش عليا ندير الخدمه اللي خصني يديروا لي لا الفوق. لا الهوات عندهم لي جون ديالهم منير دابا بلاتي هاد القضيه انت اش دخلك لهذوك اللي الفوق هضر معايا انت دابا انت قسم الهوات هضر معايا على قسم الهوات خلي ليكيب برمي هادو ديال القسم الاول والقسم الثاني ما تهضرش عليهم منير خليهم عليك ابار هضر معايا على الهوات حيت الهوات كيعيش كارثه ماشي كارثه كوارث من ناحيه قضية ديال اللاعبين من بزاف ديال الحوايج انا كنشوف دي جون بالنسبه ليا انا هذا راي ديالي انت تصوتيني على الراي ديالي هذا الراي ديالي الراي ديالي انا كيبان ليا نبغي نشوف انا دراري حتى كتقول لي دابا انت 23 عام انا ما انا منين نشوف انايا في اوروبا 23 قرب يعتزل ولا كتهضر على البرو انا ملي نشوف انا ولكن الهوات ديال اوروبا انت كتقول 23 29 عام هو شاط توتنهام كاع دار هو مدرب دابا مشيتي للفوق ما ندير لك شوف منير انا في الهوات ديالنا الهوات ديالنا خاصنا نديرو بحال الا بغينا نديرو خدمه مزيان يمكن غيبدا هادشي غيجيك صعيب وغيجي صعيب للناس ولكن والله العظيم حتى حاجه ما صعيبه هنايا الخدمه كتخلي على الانسان كيتعود اليوم غدا بسم الله منير شي هادشي اللي كتقول انت لي جون في الهوات كاينين لي جون عندهم لي كادي تا هما عندهم لي مينيم وعندهم اوتي غادي يزيدو يخدمو تا هما حيت واحد القضيه نقولها لك شنو هو اللي غادي يولي صعيب السي منير وشنو هو الموسيقي في غيولي يشوف بزاف غيولي يشوف التكوين الله يعطيك الصحه غادي يشوف التكوين يقول لك بلاتي انا نهبط عند المدرب ديال الشبان ونهضر معاه وديال الفتيان ونقول لهم الله يرضي عليكم خصك تخلص ويولي اهتمام لان علاش بزمنك ديك الساعه علاش يا منير حيت من باش غتلعب لان هو كيقول لك انا هاد الدري اللي عنده 19 عام 18 عام هنا هذا راه خصني العام الجاي نوقع عليه لان غادي يلعب معايا البطوله ثم كي قلتي انت هذوك الاربعه ديال اللي فوق من فوق 25 ما كاين حتى شي مشكل غادي تجيبهم وما غادي دير هذا انا بالنسبه لي والله العظيم الا كيبان ليا اتجاه صحيح هذا الجانب الايجابي اشوف الايجابي غيكون بحال هكا وما تعذبش
سمعتينا منير وما تعذبش ما غاديش تانقك علاش في الاول كل شيء في الاول كيكون صعيب ما كاينش منير شي قانون دار وما كان صعيب على البطوله ديالنا هي هذه ملي كنت كنلعبها انا ولا ملي كان كيلعبها اللي قبل مني واللي قبل لا ماشي بحال لا الله يرضي عليك منير راه الامور كتغير يمكن في واحد الوقيته ملي كنت كتسمع شي حوايج غتقول محاش غادي يكونوا حنا وصلنا لهم شي كاع هادشي اللي غادي فيه الجامعه الملكيه المغربيه هو راه ماشي تطوير ديال الكره الوطنيه المغربيه هو راه التطوير ديال الكره العالميه حيت الا بقيتي نتايا واقف الاخرين غيمشي غيمشيو عليك منير بزاف ديجا راه فايتينك وراه فايتي بيان سور فايتينك وراه فايتينك بزاف ديال الحوايج غدا غادي تبغي الدور باش ما تلقى حتى شي حاجه اذا حنا مطالبين منير الان الكره ديالنا هاد الشوفه هذا اللي شاف هاد الشوفه شافها مزيان لان هاد الهوات الا كنتي غتبقى تلعب بهم ب 32 عام حيت هما الهوات باش عامرين بزاف بهاد لا كاتيجوري ديال لاج اللي كاينه وهي ما كاين عاد 30 31 32 حتى 34 كلشي تيهبط تما تيقصر اليوم غتولي هاد الهوات غدا هاد الرؤساء ديال الفرق كاملين غادي يولي عندهم اهتمام يقدروا يديروا ناس ديالهم اللي يمشيو يتفرجوا في هاد المباريات وشوفوا واش كاين دي جون لان بعد اللعاب اللي جبتيه 21 20 عام راه ربح انا قبل ما نمشي ناخذ باش نشاركوا معنا في النقاش واحد من الناس ديال الهوات المدربين اللي كاينين دابا في القسم ديال الهوات قرا واحد الميساج زوين ديال السي عبد الهادي قال لك سول عافاك لا ماشي السي عبد الهادي واخا خلي الميساج ديالك انا غنقراه من بعد هذا السي بوبكر اصواب قال لي سول فخر الدين علاش فريق الامل ديال الوداد ما كيلعبش في الهوات بحال الفرق الاخرى الرجاء والفتح انا قبل ما يجاوبك فخر الدين جاوبك انا السنه الاولى الاعتماد هذه القضيه هذه كان مؤهل فريق الوداد مع دوك الثمانيه اللي كانوا فريق الوداد رفض انه فريق الامل ديالو يشارك فتروتيرات الوداد ودار في قصر الراك مع لارقيط عقلت على مع ناصر لارقيط عقلت على سوت هي فين ثمانيه الاولين البطوله شاركوهم في القسم الثاني ديال الهوات كانت مزيانه غتكون الوداد اللي سحب دابا اللي مستافد هو الفتح الرباطي واللي مستافد الوداد هو اللي سحب دابا انا بعض الفرق اللي مشاركه وكنقول علاش الوداد ما سميتو تسحبات المشاركه ودخل الراك ودخل في بلاصتها فنبقاو دائما مع بطوله الهوات وسعيد جدا انه دابا ما حيلتش الفخر الدين اللي كاين هنا ولا الفخر الدين الاخر معنا ميري فخر الدين مدرب فريق نهضة القارة ميري فخر الدين مرحبا مرحبا بك اخويا صباح اخويا بخير بعدا شوف ذاك النهار قدمنا لك دابا عيط خوك من الداخلة واي قدمنا مدرب فريق نهضة القارة دابا نهضة القارة دابا وذاك النهار اتفاق المراكشي حيت كان مع اتفاق مراكشي كيفاش مشيتي من اتفاق مراكش لنهضة القارة سي فخر الدين كيفاش مشيت هزيت صاكي وخرجت صافي صاكي في كتافي ما كانش عندك لا تراضي لا والو لا ما جا عندك حتى واحد لا جيت قلت لي ساعد صديق ديالي وهذاك كاين الفرقه غادي تقلع الا مشيت انا بحال هكا تكون احسن من هكا والحمد لله انا الكلام ديالي اللي قلته هو اللي يصدق للفرقه الحمد لله كي الا خرجت منها غادي تكون احسن من اننا في هذا وفخر الدين انت تسرع عليك القانون الساري ديال المدربين انك مشيتي من فريق ديال القسم الاول هوات دابا هبطي القسم الثاني هوات باش تقدر انك تشتغل ياك لا هو هذه قانونيا باش تدخل انا كالبونتوش انت راك اميري انت راك شجعتي بعد الرئيس قلت لي راه ان شاء الله نمشي انا غادي تقلع الفرقه وداك الشيء واحد المدرب كان داير اجتماع مع واحد الفرقه فكيهضروا بهذا الشيء على الطلوع وعلى هذا وكاينه واحد الطياره ديكور محطوطه ويدور عندهم قال لهم الا طلعت الطياره طلعوا نتوما انا شوف فخر الدين انا سعيد مشيت عنده مشينا كتربطكم صداقه لا تربطنا صداقه وانا لو طوم اللي من الفرقه تقادات وبدينا لو ديبار مزيان ومشينا حتى في البطوله كنا بريمير وداك الشيء جدات امور وانا ما كنذكرش الاشياء اللي هي تقدر تعطلني في العمل ديالي صافي ما عندي ما تسال كيف وكنجي في حالاتي لانه كما كتذكروا دابا في الهوات واحد الفكره باش ماشي نصحوا الناس تفضل دابا الهوات دابا كنقولوا حنايا لي باسيوني كيمشيو للهوات سي فري بلاتي يا منير هذا المنبع ديال الكره اشنا هو واش بروفيسيونيل ولا هوات كيفاش لا المنبع هوات دابا كيفاش ولا بروفيسيونيل واش دابا تاليوليتي كتسولنا دابا باش نجاوب علاش لانه سؤال ان لاباز ديالها هوات
الناس كيفاش ولات بروفيسيونيل؟ لان الهواد وصل لو بلافون ديالها. الهواد بارابور لو روندمون ديال الجمهور، متطلبات اللاعبين ومتطلبات الجمهور، وصل لو بلافون ديالو، حلوا باب سميتو بروفيسيونيل. الناس عاشوا الهوايه باسم هوايتها. لو طوم لي دازو البروفيسيونيل بداو هما في الشق الاعلى ديال الهواد. حنا دخلنا البروفيسيونيل وحنا باقي ما عشناش الهواد. شو كيف عندنا مشاكل في البروفيسيونيل لاننا ما عشناش الهوايه. الهوايه والاسماء ديالنا ما عشناهاش حتى البلافون. تعرفتي فين مشيتي بيا دابا فخر الدين؟ راه رجعتي بيا ل 2005. لا شوف شوف منير، لان 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 لكل سؤال كاين جواب. بالطوم اللي كطرح سؤال قلب على الجواب ديالو. علاش ما نجحناش بروفيسيونيل بزاف؟ لاننا حنايا ما عشناش الهوايه في الاسماء ديالها. الناس حلوا بيبان فوق في السقف، حنا حليناهم من الجناب. اييه بالطوم اللي حليناهم من الجناب بقينا في الجناب، يعني كنطلعوا على السماء، ماشي حلينا الباب في السقف، حلينا في الجناب. هذا هو الاشكال. انا نسولك فخر الدين، هنا كنا فاتحين نقاش مع السي فخر الدين رشحي هنا، سمعتي؟ ها نعم. دابا انت في رايك انت اللي دربتي في هذا العام في القسم الاول الهوات والقسم الثاني، وهاد القسمين هما اللي ساري عليهم هاد القانون. مثلا الا بغيت ناخذ المثال ديال الفريقين، هذاك اللي دربتي في الاول والفريق اللي انت فيه الان، اكيد كاين واحد المعدل ديال السن، وكاين لاعبين اللي كيستجبوا لهذا الشيء اللي كاين، وكاين لاعبين اللي ما غيستجبوش. انت بالنسبه لك واش كتشوف هذا القانون في صالح البطولات الهوات القسم الاول القسم الثاني، ولا ماشي في صالحها؟ انا ماشي معاك بعيد من هذا الشيء اخويا منير. انا من الناس اللي قالوا هذه 3 سنين ماشي حتى دابا. انا قلتها 3 سنين هذه. الطوم اللي بديت في الهوات قلت لهم فوالا، راك نقاش مع ناس اداريين في الفرق وهذا، قلت لهم شوف حدوا سنوات بريمير ودوزيام ديفيزيون هوات وغادي تنجحوا في الكره. علاش؟ لان انا كاين شقين في الهوات، كاين شق بعدا باش نقول واحد الكلمه بين قوسين. انا لا اتكلم باسماء باسم مدربي الهوات. لا هذا رايك انت. لا الراي ديالي وكل الاحترام، لان كاين فطاح الى في الهوات. صحيح في الهوات حدا بلا لا سي رضوان دوز حقه، لا سي الساخي، لا سي قيسر. الله يا ودي فهمتيني، ناس كثار. انا ما غاديش نتفوق عليهم، ولكن هذه فكره ديال ميري فخر الدين اللي هو جاور راه لمده 5 سنوات الهوايه. لهذا انا ما نسيت اسماء لا فتحي لا بزاف اصدقاء ديال عبد الجليل اراوي لا كثير من الناس. لهذا انا غادي نرجع للشق ديالي، حيت هذا الشق هذا السي منير خصنا نشوفوه الجانبين، لانه حنا كان الهوات ولات عندنا فيها اجتماعي اكثر من هو مردود تقني ومردود ديال اللاعبين. كنقولوا بحال دابا المشكله غتطرح دابا هو يقول وغتخرجوا على بزاف ديال الناس كاينين في الهوات. اسمع لي قطعتك ميري، اش قلت لك البارح انا؟ هاد النقطه نيت قلت لك واحد القضيه وقالها هو شار ليها وبصح انا عشت انا هادشي. كيولي كيجيك واحد كيبحث على صالير، كيقلب على واحد لابريم شاك سومان وصافي وكيدير. هذا هو المشكل، راه عنده الحق. كمل تفضل اميري. دابا هذا الشق اللي هو اجتماعي، انا نطرحه معاك بشكل اخر. هذا السيد اللي غادي يجي عنده 25 ولا 26 ولا 27 لا بغى يلعب في الهوات. اوكي انا معاك، انا نعطيها سيدي عامين اخرى يلعب في الهوات. 29 29 ولا 26 نعطيه 28 ولا 27. واش هو منين جاي؟ واش كان في الهوات طور راسه وزاد؟ ولا جاي هابط جا من الفوق. اشكال كلتا الحالتين، يا انه جاي من الهوات 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين هو كيلعب ما طورش راسه باش انه يمشي لاقسام الصفور، ولا انه نزل. هذه في كلتا الحالتين انا كشخص اللي هو في الهوات ما نقبلهاش، لانني انا غنستغلو، انا كمدرب غنستغلو بالاكسبيرونس اللي عنده اللي هو جاي بها من الاقسام الصفور. إلا كان هو مصوفي راسو راه مزيان كيجي كيقصر كيلعب معاه كتستغلو كيزيد الحالات، ولكن ينزل عندك هو ما عنده تريال. يعني انت هو ديجا عنده 27 وما يدير تريال وغيكون معاك سنين. راه كاين شي واحد هو دار فيلا دار بارك ماسا وبحالو، راه ما كايناش. الهواد كتجي تلعب وكتاخذ سالير اللي هو مويان. كاين لعابه اللي داروا شويه فلوس في الهواد، ولكن فرق اللي هي كتكون فيها سيزونيير فوالا كطيح فيها الفلوس كتصارع على الصعود. ولكن سي بيريوديك تقدر تلقى جوج ثلاثه صوفاو وسط من فرقه، حيت هادشي عشناه. ولكن الاشكال اللي كاين هو واش حنايا كنعطيو واحد الدعم للفرق ديال الهوات واللي خصو اللي هو ما كافيش، وغادي نجيو ونحاسبوهم ونقول لهم عطيونا في هذا الاطار ديال اننا نخليهم يلعبوا كيبغاو؟ ولا مادام انني كنعطي
خاصني نطالب. حيت هي حيت ميري هذه هي بالضبط النقطه اللي اختلفت فيها مع فخر الدين قبيله فاش قال لي ان الفرق الهوات غدوز للتكوين. قلت انا راه هادو غير هوات يعني باش يعني غادي يقدروا يديروا هاد التكوين وباش يديها يعني واش كاين هاد دابا مزيان هاد القانون هذا التعديل قلتي لي فخر الدين انت هاد السن هذا مزيان بالنسبه للفرق ديال الهوات، ولكن انا غنسولك وانت اللي كتعيش الواقع يعني منين زعما من اين باش واش كاين قاعده كبيره ديال اللعابه 25 24 سنه. دابا شوف دابا باش نكونوا باش نعطيك باش شوف باش نبقاو باش نبقاو في الاطار حيت كاين الشكل وكاين المضمون. احنا فيه سير على الله. احنا دابا الشكل والمضمون. دابا حنا كنقلبوا الجماعه كتقلب على المضمون. باغا تستافد من هاد الفروق الهوات اللي هما شحال؟ اربعه ديال لي بول اللي هما 64 فرقه ودوج ديال لي بول هي 32 فرقه هي 96 فرقه. 96 فرق. إذا ضربناهم في 20 شحال غيعطيونا؟ 1800 والصرف. ديال اللعابة. قسمتيهم على 5 من 20. ما درناش 30 درنا 5. 5 4 من 20 قسمناهم على 5 شحال تعطينا؟ 2000 على 5 تعطينا واحد 400 لاعب. 400 لاعب. اللي غادي نخليهم بلوس كولاج اللي هو فوق 25 فوق أكثر من 25 ولا أكثر من 23 وي. يعني حنا غادي نختاروا 400 من واحد 1000 ولا 1200 لاعب لأنهم لاج. يعني أيه. نختاروا المزيان من 1200 ديجا غناخذوا العصاره تالينا وهادشي كيبقى الفروق كيفاش انا تختار هاد 400 لاعب انا غير اسماسو غندوزو للسق الاخر ديال اللعابه اللي هما عندهم 23 سنه واللي عندهم 25 سنه هذا غيكون فيه اشكال هذا الفروق اللي هي ذكيه غتبدا من دابا خرج القانون من دابا تبدا وتبدا تشتغل على هاد الشق هذا من دابا تقلب على هاد الكاتيجوري توسعها دابا شوف فخر الدين سي فخر الدين الا ممكن بقى معايا ما تمشيش دائما في الاستماع على برنامج البطوله على الشهادة FM تحيه المشاهدين على صفحه الفيسبوك شكرا لكم على التعليق ديالكم على التفاعل ديالكم انا جاي غادي نقرا مجموعه ديال التعليق فقط نبقاو دائما في الاطار ديال الموضوع ديالنا نشوفوا ميري فخر الدين واش مازال معنا ميري الو راه مسهرينك معنا خويا شوف السهرات لكم اليوم مرحبا بك ايوا خويا ديال الكره هذه اسمع لك ما تدير خليناها خويا في النقطة ديال الجوانب المتعلقة بهذوك الأندية الهوات بدوك الفرق الهوات واش عندها لي مويان أنها توفر هذه القاعدة ديال اللعابة اللي كنا هضرنا عليها ديال لي أو 23 ولا لي أو 25 هذا 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 بروجي بذاته الجامعة يعني هذا البروجي كما هضر قبيلة في خربي قال واحد الكلمة قال لك عطاو كما قلتي أنت عطاو ولكن ما عطاوش التفاصيل وما عطاوش أش هما خرجوا الفكرة وخرجوا البروجي أيه. ولكن الوسائل ديالو شنو هما؟ راه الوسائل ديالو ما ساهلاش جينا نحلوها انا وياك دابا راه ما ساليش حتى الصباح. وراه هادشي علاش كنتواصلوا معاكم سي ميري؟ لا ماشي انا. انت واحد من هاد الناس اللي خدامين في الهوات، انت خدام في الهوات، انت كتلاقى مع هاد اللاعبين. شوف حنا في الهوات ما كاينش شي واحد في الهوات كيعيش. الجيبي الهوات كتفرض عليك الهوات وكتفرض عليك العمل في الهوات بالطريقه اللي هي هاويه. ماشي هاويه بالهوايه، هاويه بالطريقه المغربيه. كونوا خوت وكونوا حباب حيت عايشين الهوات حنا بالطريقه اللي هي لا علاقه لها بالدوزيام والبريمير ديفيزيون بعيده بزاف كاين الهوة في الهوات بالنسبه لينا هاد البروجي هذا اللي خرج خاصو يخرج معاه الوسائل اللي غادي تقوم بها الفرق حيت الشق اللي هو اللي هو اللي هو بشري اللي هو اللاعبين فلوس انا اش باغي من هاد الهوات درت لهم لاج باش انني نستغل انا كيمشي لي واحد 40 45 50 لاعب في العام من 2000 لاعب كيطلعوا للدوزيام وبريمير ديفيزيون على حساب لو نيفو انا بغيت نطلع هذا لو نومبر من حقي نردو 100 150 ولكن باش نردو 100 150 واش نقول لهم لعبوا 23 و 25 وما غيعطيوهم لي لا يقدر ما يبقى يطلع لي حتى واحد علاش لان هنا خصنا ناتاكيو شقين شق ديال انني نصوب لي لا ستركتور نبزز على اي فرقه في الهوات تكون عندها دو كاتيجوري يا اما مينيم كادي يا اما كادي جونيور هذه اولويه وثاني حاجه غادي نشد لا فورماسيون ديالي انا لا فورماسيون ديالي ديال لي كادر اللي عندهم البي اللي كيخدموا هنا واللي عندهم السي غتكون عندهم انفورماسيون سبيسيفيك ديال لا فورماسيون انوني نخصص ناس تفورمي دي جوار لانهم لانك انت غتلعب 23 راه تجي عندي انا تقول لي 23 لعبك 22 و20 و19 و18 ذاك العام اللي كنت انا في النسبه راه لعبت اربعه لعابه ديال 18 17 لعاب. سي ميري
شوف اسمح لي قطعتك، راه هذه القضيه سمعتيني نقول لك نتكلم، راه من غيولي مفروض على 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 المدربين كيف تكلمتي انت، وهذه شي حاجه اللي هي طبيعيه، لان اوبليغاتوار 19 20 21 عام غادي يكونوا عندك في الفرقه. غادي غادي غيولي تولي اوبليجي تخمم، ماشي غير انت، كاع اللي هو عنده هاد الاقسام ديال الهوات، هذا هو التفكير، غير هو الحاجه النقطه اللي خصها تكون ايجابيه، وهو يمكن الماده الخام اللي غنهضروا عليها واقيلا اللي هي اللعاب نقدروا نلقاوه، ولكن خص الاستعانه بالمال كيف كنقولها نحن، امكانيات امكانيات السي راه قلت لك الوسائل هما وقعوا خرجوا البروجي خصهم يخرجوا لي الوسائل تطبيق هذا البروجي حيت انا ملي غنجي عند فرقه ما عندهاش بحال دابا في دوزيام ديفيزيون هو كيعطيهم 40 مليون 40 مليون ديال الدعم 40 مليون ديال الدعم اشنا هي؟ واش هو يتفق مع ليكيب بريمير ولا مع الكادي ولا مع الجونيور ولا مع المينيم باش لي ديبلاسمون ديالهم والمدرب ديالهم؟ راه ما يمكنش سو كيف انت باش تنجح هذا الشيء ماشي تخرج غير فكره ولا بروجي، خاصك توجد لي الوسائل باش انه يدار، لان هذا هذا البروجي غيكون عنده منتوج سواسير، ولكن فوالا عنده واحد العامين ولا سنين داكشي اللي كاين، البدايه ديالها تكون صعيبه لان لي ديبي لا كاين فراقي عندهم هذا دابا هضرنا على اتفاق مراكش اللي دزيا ولا نسمى الفرق اللي دزيهم كاين ان بي بي كاين دراري تبارك الله كاين دابا هو ديجا كاين كاين 99 كاين 98 كاين 99 فهمتيني دابا هو يلعب حتى ل 25 عام يعني يلعب حتى 96 حتى 97 موجود تما هاد الفرقه اللي انا فيها دابا الكره فيها حتى هما واحد 10 ولا 11 12 لاعب باقيين يلعبوا هو هو غادي تفرض على الموسيير اميرين الموسيير غتفرض عليه انا راك سمعتيني قلت المونير قبيله يتفرض عليه على انه يبدا يلعب هاد الدراري بالزمنو دابا حيت واحد الوقت السيميري غيجي عندك وانت راك عارفه كيجيب لك دراري لاج ديالهم هذا وتيخصك بزمنك عندك دراري صغار زوينين ولكن ما تقدرش تغامر بهم اخويا اميري حنا كنعرفوا هذا الشيء دابا ولي مفروض على الموسيير غيولي يطلبك يقول لك ها العار لما قلب لينا على الدراري ونشوفوا دراري صغار اللي غادي يعاونونا هو فخر الدين شحال من دري صغير لعبت يا فخر الدين وبلاتي تكونوا خو نهضروا في الواقع خلينا من الهضره شحال من دري صغير لعبتي نتايا واش انا غنقد عليك لا شنو قلت على زايد واش قلت على بن عبيشه واش لا وحنا انت عرفتي هو عشنا مع الهوا تاع حنا خويا ميري ماشي ما عشناش معاهم حنا الحمد لله دوزنا كاع لي كاتيجوري راك تعرف ايوا بزمنك هذاك الشيء درت تجارب بالعكس ولكن انت دابا هذا اللعب اللي لعبتيه واش انت طلبتيه باش يلعب ولا هو يفرض راسه؟ لا هو اللي كيفرض راسه وصافي دابا شوف دابا هاد الشخصيه حنا ما كنقلبوش كما قلت لك دابا حنا كنقلبوا على الانسان اللي غيلعب الكره فوالا كنقلبوا على الكويري اللي ناسي راسو كانسان لا بغينا واحد مؤطر جاي مؤطر وغادي يجي وغادي نخدموا معاه حنايا باش هو يطور راسو واحد ما عندوش واحد القدره وما عندوش واحد لوبجيكتيف قدامه راه ما غادي يفيد لا راسو لا 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 حد للبلاد انا ميري انا غادي معاك في هذا الطرح ومع فخر الدين دابا كنكون واحد الصوره وكنجمعوا الاراء يمكن كاين مدربين اخرين حتى رؤساء ديال الفرق الهوات اللي غيكونوا عندهم افكار اخرى ولا اراء اخرى ما كاين مشكل حنا كنفتحوا على الجميع انا نبقى معاك في هذا الاطار دابا حنا كتهضر معايا ميري على اللعابه اللي جايين طالعين يعني انت في واحد الفريق اللي غتجيب اللعابه اللي غتطلع وغتحترم هذا القانون اشنو الموقع ديال هذوك اللعابه مثلا اللي عندهم الخبره وجايين هابطين من الفوق دابا شوف دابا انا دابا مدرب ما قوليش اشنو موقعهم دابا بلاتي لان انا شوف لان المدرب خصك تحطو في بلاصتو انا مدرب حطيني في بلاصتي المدرب نص ديال الخدمه ديالو هي الاختيارات الاولين كيسالي عليه نص الخدمه الا كنت انت غادي تبدا في البدايه العام وغادير اختيارات اللي هما مزيانين وغيفيدوك انت لو طوم غادي ينزلوا عندك ناس عندك اربعه اللعابه اللي هما اور اج لاعبو عنده 40 عام ماشي شغل كبير فهمتيني انت غتختار اربعه لعابه على حساب لو بوزوان اللي عندك دابا انت عندك كاتر كومبارتيمون لي ماسونسيب عندك غارديان بيوت عندك ديفونس وعندك ميليو تيرا عندك خطا ياك اييه عندك اربعه ديال لي كومبارتيمون في لو جو عندك الكول ولا ديفونس وميليو تيرا عندك لاطا لعب كي بغيتي نتايا شوف نتايا اش خاصك والقنت اللي بغيتي والحاجه اللي بغيتي انت في الاختيار ديالك هو اللي غينجح الفرقه ولا غادي يهبط بها نجح الاشكال اللي عندنا هو هذا مدرب ثاني حاجه انا اللي طوم اللي غنجي نختار لا باز ديالها اشنا هي 23
ويلعبوا ربعه كيما بغيت. انا دوك الربعه اللي نزلتهم انا كاع مزيانين، واش غادي يلعبوا معايا 30 ماتش؟ ما يمكنش. هذا بليسور لي كارطون جون لي كارطون روج، فهمتيني؟ يعني انا البدائل خصهم يكونوا عندي فلاج اللي هو محتوم عليا 23 25، فهمتيني؟ يعني انايا هنايا ملزوم عليا في داك لو بوست ديجا غادي ندير ليه واحد الخليفه ديالو، خصني نكون انايا خدام على هذا الشق. داكور. طومني ما يكونش لاخر، خصني نوجد واحد اخر، وهاد لاباساسيون هي اللي كتعطي اللاعب اللي هو جاي في الطريق صغير عنده 18 19 20 21 اللي كياخذ الفرصه ديالو. وهادشي كله مونيو. شوف شتي التدريب، التدريب انا بالنسبه ليا بحال دابا هاي خطه، هاي تاكتيك، هاي تكنيك، هاي بزاف د الحوايج، راه هي ديك العلاقه اللي كتج اللي كتجمع ما بين مؤطر ولا مدرب واللاعب. راه ما يمكنش نتايا تجي عند اللاعب توريه ولا هذاك هو ما كيسمعش لك، هو ما كيبغيكش، هو ما كيحترمكش، هو ما كيقدركش، فهمتيني؟ راه اول حاجه المؤطر ولا المدرب ولا هذاك راه خصو يكون مسموع، وإذا كنت مسموع كون على يقين بأنك غادي تعطي لي فروي، كون على يقين بأنك غادي تعطي النتاج، ما يمكنش ما تعطيش النتاج. ونتمناو خير إن شاء الله. إن شاء الله خير. ميري فخر الدين. تفضل. الموضوع هذا باش نقول هذه الكلمة، هذا الموضوع هذا راه دابا أنت دابا أنا كنتكلم هما كيتحلوا بيبان، حيت هادشي عندك فيه ساعتين، هادشي أبلاطو. والله لأن شوف هذا أميري، هذا شوف هذا نسميوه حنا مولود دابا جديد. وماشي سهل وخصو يفتح نقاش. مازال مازال كما قلت مازال نقاش الا غيزون، مازال هادشي مازال غادي غير هو غير هو. شوف انا نقولها ويمكن نكون غلط، غادي يعود بالخير على 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 سميتو، لانه تبارك الله الا خممتي بحال هكا سي ديجا با مال. غير هو من من تفضل تفضل اميري. دابا انت خويا منير معرفه وهذاك وفخر الدين فوق راسنا على كل حال. الشيء اللي كاين هو حنا لوبجيكتيف ديالنا راه بلاد هادي، انا ما نهضرش كمغربي، هادي هذا بلاد، هاد البلاد هادي غدا. دابا انا بالنسبه لي اش كنحس، انا كنحس بالقجع اش كيدير. شتي بحال هاد شي واحد كيحوز القنت كيدير الرينغ وكيدير القنت. دابا كل عام كيخرج نويطه، صافي عام كيخرج نويطه بشويه بشويه. الا جي خرج الا خرج الا جي خرج النويطات كلهم غينوضوا ليه كل على يقين، فهمتيني؟ غيبداو ياكلوا فيه. دابا كل عام كيخرج نويطه، وهاد النويطات انا ما عندي علاقه به، انا هو شرقي وانا شرقي ما عنديش علاقه به زعما، ولكن كنحس به بان البروجي اللي غادي فيه راه مزيان، وما نظنش بانه غيخرج هذا البروجي ولا غيقبله ولا يراتي فيه ولا ابروفيه الا ما كانش عنده بانه غادي يطبقه. وانا على يقين بانهم الا حطوه، شوف منير والله يطول لنا في العمر، تعالوا نتلاقاو ان شاء الله، غادي يكون عنده نفع كثير كثير كثير. نقول لك اللعابه يقدروا يمشيو من الهوات لاوروبا. انا نقولها لك نتمنى يقدروا ولا شوف انا شوف انا لا مش هادشي اللي في دماغي، لا الا كانت هاد لو بروفيل وهاد الدماغ اللي ضربوا فيه في هاد لو نيفو هذا ويديروا ليه الوسائل، والله العظيم يقدروا يمشيو وليدات صغار يمشيو لاوروبا ديريكت. علاش؟ لان خاصه التنافسيه في الهوات، هاد التنافسيه اللي كياخذ دري عنده 20 21 22 عام ما غيكون واجد يلعب في الاقسام اللي الفوق. اميري راه حتى هاد الفراقي ديال القسم الوطني الاول واللي تبارك الله متمكنين باريناج كنمشيو كناخذك وكنعطيك المسائل، فهمتي اش بنقول لك؟ وكتولي تابع ليا. الله يعطيك الصحه. شحال بيبينيير ديالي لتحت. انا ما بغيتش نجبد هاد الباب. لا انا نجبدوه، علاش ما نجبدوش؟ وهادشي اللي شي حاجه اللي شوف اللي هي في الصلاح مزيانه. وباب هذا راه عندي بروجي ديالو انا محطوط، فهمتيني؟ خبيه خبيه الله يرضي عليك. خبيه انا ما كتعرفني مع المشاريع. سي ميري هذا البروجي ما كتعرفني انا كنوض عليه الصداع هنايا. انت صاحبي وخويا غادي نقبل لك هذا البروجي وندوزو لك. والله انا موجودين حنا عصابه ماشي واحد. ميري شكرا اخويا. ميري فخر الدين الاطار الوطني ومدرب فريق نهضه الكاره، تحيه لك ميري، شكرا لك. شكرا. فهذا فخر الدين غير فقط هذا راي ديال المدرب. لا انا شوف هضرتي معايا وخليتيني بوحدي، يمكن ما غاديش نقتنع. لا انا لا الناس كيستمعوا لينا مزيان. شوف وان جون واللي في الهوات وعطاك اسماء اللي كتشتغل في الهوات، كنعرفهم انا واحد العدد كبير في الدراري. حنا انا واحد من الناس اللي راك خدمت في الهوات، اللي خدمت في الهوات ايام زمان مصطفى مديح الله يرحمه راه خدم في الهوات، الفريق اللي خدم فيه خدمت فيه انايا، وكنا يامات الهوات يا اللجنه الوطنيه للهوات، ما عندي ما حتى العصبه ورجاء دكادير وما ادراك ما رجاء دكادير ديك الساعه راه فما عليناش. حنا هذه كلها تجربه. انا بالنسبه لي اي واحد كيدير هذا الشغل هذا غادي يعود عليه منفع،
غادي ياخذ ليكسبيريونس مزيان. كاع الدراري كاين اللي كيختار يبقى، ذكر الساخي وذكر واحد العدد كبير اختاروا يبقاو في الهوات، الهوات. كاين اللي كيبغي ينجح. انا بالنسبه لي مزيان نسمع الاراء ديالو، وما كناش مخالفين انا وياه بيان سور. علاش؟ لان هو اش قال لك؟ وي ما يمكنش ما يكونش ناجح هذا المشروع، ولكن راه ماشي دابا، ماشي مع الفقه، مع خصك واحد خمس سنة. سنين ست سنين ما سبع سنين واخا كوكامولي، ولكن ان شاء الله لي فرويه. سمعتي باش ديال باريناج؟ غير اللي نركز عليه هو كاين اراء اخرى ديال المدربين اخرين، يمكن عندكم يمكن عندهم شي حاجه اخرى. كاين الراي ديال المسير ديال رئيس الفريق حتى هو كيغيكون، ثم حتى الراي ديال اللاعب. انا كنقولها منير بالنسبه اللي ملي قلت ليه قبل الباريناج قال لك انا ما بغيتش نقولها. بيان سي هضرنا عليها في الاوف. انا غادي نقولها، هضرنا عليها في الاوف. انا كفار، انا كفرقه وميسر لي الله في القسم الاول، نهز شويه ديال الفلوس ونمشي هذاك، نشري لهم الأقمصة والمسائل ونوكلهم ولوطيل والمسائل يكونوا لاعبين الماتشات، وندير واحد من عندي أنا من الفرقة يتبع لي هذيك الفرقة. نشرح على الناس مزيان. اشرح. كاين من هنا واحد الوقت أكيد أن هذا الرأي هذا يمكن هذا القانون ما غاتمشيش معاه، ما غاتستجبش لواحد مجموعة الفرق. شحال من فريق يقول لك أودي دابا أنا هذه القاعدة ديال 23 25 ما عنديش. سالوا لي اللعابة ما كاينينش. كاين فرق القسم الاول الله يجازيكم بخير، شحال تشوفوا في المناطق ديالكم فوالا. شوفوا دي كلوب بحال هكا، فرق بحال هكا، سير شراكات تعاون داك الفائض اللي عندك انت في لاسبوار ولا في لي جونيور اللي ما غاديش يلعبوا ولا غيضيعوا، ها هما غادي حطوهم هنايا وغتستافد انت وغيستافدوا الاخرين، وغادي تسالي هاد النزاعات اللي كنقولوا ديال الفلوس. وغادي مزيان مزيان ها الرياضه. وقال واحد الكلمه زوينه، راه لا ريزون الرئيس ديال الجامعه راه كل مره كيلو حاجه، راه مزيان راح يدان سولكو. غادي مختلفين معاه غير في الطريقه فين كتلاح الحاجه فوالا. فوالا حيت كتلاح شي حاجه بدون صدى. حنا بغينا الا كان شي واحد شي ناطق نيت بصح ولا هذا، ونبداو نسمعوا الاخبار ديريكت. واللي كنتاسف ليه مره اخرى هو رؤساء الانديه هذوك الناس اللي حاضرين في الجمع العام، ما كاينش مقارعه الفكره بالفكره والراي بالراي باش كلشي يستفد. فتحيه لكم، تحيه لكم مشاهدينا الكرام. قال لك السي حكيم، السي منير باي حق تمنع لاعب الذي تجاوز 30 سنه والذي مهنته كره القدم ويعيل الاسره اللي تمنعه من اللاعب الذي هو عمله؟ الجامعه ليس من حقها ان تخرج هذا القانون، ومن حق اللاعبين رفع دعوى ضد الجامعه في المحكمه الدستوريه. هذه المحكمه الدستوريه سمعتها بزاف هذ اليومين، واللي كان كنت قريتها عند السي حسن مرزق. اذا ممكن السي حسن مرزق يوضح لنا كيف سيتم اللجوء للمحكمه الدستوريه في هذه النقطه. مجيد زكريا، واش ظروف بن حليب العائليه كتبرر تصرفات المسؤوله ومواقفه وافعاله الصبيانيه؟ مع العلم ان اللاعب محترف وعنده واجبات. كنظن تكلمنا على محمود بن حليب بما يكفي. الكره موضوع راه عند المكتب الفريق وعند الطاقم التقني. ما شوف موني غلا بغيتي تخرجها، هي دابا محطوطه عند المسير وعند المدرب. صافي. والله اخويا منير وفخر الدين، نحبكم بزاف. القجع خدام والناس كتنتقدوا، واش بغاو شي واحد يعاود يقتلها؟ سي محمد عباسي، والله سيدي لا كنتقدوا للصالح، كنتقدوا شي حوايج اللي لا توكل عليك. قال لك والله الا بصح خدامي راه ريزون. سمعنا حنا اش كنقولوا، راه كاين شي حوايج حتى منير راه ما يمكنش نحيدوا شي واحد شي حاجه كيديرها. امبوسيبل، انا ما نقبلهاش. علاش ما يديروش؟ انا اللي بغينا بغينا صاحبي دابا كاين هذا لو بروفيل ديال فوزي القجع كراكس. انا بغيت في الجهه المقابله يكونوا بروفيلات بحال هكا ديما ديال ناس صحاح. السيد الرئيس كذا كذا، الا سمحتي لي انا كنعتقد بانه هذا الراي ولا درنا ولا فعلنا. عرفتي شحال من فكره غتكون عندك تما؟ بزاف. بغي يكونوا عندك بزاف الافكار بدل هذا ها هو قلت لي هذا اتفاق المراكشي. خرج لينا فريد كل بقى ساكت، كون راه اللعابه ديال قل ديال اكثر من 28 ما يلعبوش. شعلى منظر قال لك التمسوي كان ممكن ايه اش بان لكم؟ صافي دوز. نبغيو شويه الاراء. والله خويا منير داكور خويا. علاش قال لك السيد الاله الزوين، علاش ما يديروش واحد الاقتراح؟ الجامعه تفرض على انديه الصفوه ادراج على الاقل 4 لاعبين دون 20 في اللائحه السنويه، وراه كاينه. اييه كاينه وما كيطبقوهاش. وماشي ادراج الاسماء فقط، بل يفرض لو طون جو يلعبوا. الله يرضي عليك. راه دايرين راه هذه شحال باش درتها منير؟ دايرين والله ما قلت. يا نصر الله بك. يا نصر الله بك. لا ملي كنت كندرب كان جا عندي ديك الساعه ادريس مرباح وقال لي راه دابا غنوليو خص يكونوا معنا، يمكن امونير لا ما خفت نكذب، يكونوا معنا 4000. انا ما عقلتش على هذه. والله ما عقلت. والله انا ما عقلتش. يمكن غتكون ديك الساعه غير انا ما كنتذكرش. والله اعلم اخويا. انا عقلت في عهد الاداره التقنيه السابقه. ميم دابا يمكن راه كاين شي ميناح اللي كتلعب الدراري الصغار. انا هذه كلمه كنتذكرها من عند دريس مرباح، كان جا عندي في الوداد وقال لي يا سي فخر الدين وجد راسك راه غادي يولي مفروض على الجامعه، فرضات الجامعه دراري صغار. فوالا الله يرضي عليك.
مساء النور. الهوات بكسوه جديده بن حليب يتمرد صحيح، لكن خاص ليه هيكل وراه ظريف. مصطفى ماروكا ما قلناش اخويا العكس. كنت تشوف راه خوته والله عمره هذا وهذا كتجي هذيك سميتو، ولكن حنا بغينا ليه الهدايه، ولكن الاحتراف والعقد فوالا داكشي اللي كاين ما كيطلبش هادشي كله. برشلونه والريال عندها فرق رديفه في قسم الهوات باش توجدهم. هشام كاري صحيح عندها فرق، حتى الانديه ديالنا عندها فرق في الهوات، ولكن واش كيستافدوا منهم ولا لا؟ لحد الساعه اللي بان فيه شويه الاستفاده راه بلا ما نقولوا شكون. تاع الفيسبوك خاصهم يديروا ليه نفس القانون، غير اللي عنده السن القانوني هو اللي يدخل ليه السيكود يا ايوب. راه يمشيو لك المحكمه الدستوريه يقول والله الا كاينين شي لاعبين في الهوات ممتازين غير الحد اللي ما عندهمش. حسين ابو محمد مصطفى فتاح الله يخليك سي منير، ما ناقش البند الاخير من المده ديال رئاسه الجامعه، رئاسه الجامعه ناقشناها اخويا هذيك الفقره ديال انه عنده الحق في ولايتين 4 سنين في 4 سنين الا كان عنده منصب في هيئه قاريه او دوليه مرتبطه برئاسه الجامعه، العضويه ديالو في الكاف والعضويه ديالو في فما مرتبطاش برئاسه الجامعه، ثم كاينه الا كانت العضويه رئاسه الجامعه مرتبطه بمصلحه عليا. هضرنا على مصلحه عليا ذاك النهار وكيفاش ان الموقع هنايا، يعني بدون الدخول في التفاصيل، ما يمكنش فوزي القجاع يترشح لعضويه الفيفا او لعضويه الكاف بدون موافقه اجهزه والا. الدوله هذا الشيء اللي كاين. الله يخليك، علاش ما يديروش هاد الدعم وهاد السيرين كتغريد خارج السرب. مشروع القجاع بغى يحيي قسم الهوات، اي ممكن. بوركوا نو با اوبليجي اوز ايكيب دو بوطولا دو فير جوي دي جون جوور؟ راه سيدي راه كاينه لوبليغاسيون ما كيديروهمش. لا لا اللي زوين اللي كيقولوا الناس دابا، شوف ما فارضينش عليهم انهم خصهم يلعبوا، ديما ما تقدر تحطهم على سير لو بون، وراه كيحطوهم سير كتحط واحد ولا جوج سي با سا. وحتى الكاتيجوري كاين بعض المرات فرق ما كيحطوش، باقي ما كاينش مراقبه في هادشي. البدايه سوف تكون صعبه خصوصا على اللاعبين الذين تجاوزوا التثقيف السني. زوينه التثقيف عندك السي محمد، خصوصا من الناحيه الماديه، لكن على المدى البعيد سنجني ثمار القانون. هو اي قانون اي قرار بحال هكا غيكون قاسي، لان شحال من لعاب مثلا الا دابا كيلعب في ناسيونال. راه قال دابا قال اميري، راه قال لك دابا المشكله كاين الاجتماعي. ما هو اجتماعي؟ بحال مثلا هاد الناسيونال ماشي تا سميتو الناسيونال اللي عنده مثلا 28 عام دابا غيولي يحسب غيقول باقى لي عامين في كارير ولا عام الا قدرت نلقى كونترا في ما عدا الا الله يرضي عليك ما عدا الا خدم كما قال لك الا اجتهد ولقى المكانه ديالو في القسم الوطني الثاني. يمشيو لاوروبا في الزودياك سي محمد الكنال. لا خويا لا خويا الله ينجي كل واحد من تما. سي ماجد زكريا منير قطع عليه ناري على مستوى قال لك النويطه، هي حنا كنقولوا نويطه. قال واحد الفكره زوينه، واحد الاقتراح زوين، قال واحد النويطه زوينه. النويطه كاينه في هذه لغه موسيقيه كتكون كتسمعها نويطه زوينه عندك. هذه داخله في ملي كتكون تهضر مع شي واحد. نوت لي جوار ماروكان فورمي ناغيف با جوي اون اوروب، ناغيفون با جوي اون اوروب. علاش لا؟ علاش اخويا؟ غادي مازال يلعبوا في اوروب، ولكن علاش ما يديروش؟ قرينا هذا الميساج اخويا سي منير بيعي حق ذاكور اخويا. لقجع ارحال جامعه غير قانونيه. حمزه بن العليوي الله يحفظك، اييه قال لك مال الكوكب والنادي المكناسي ونادي القنيطره ما يستاهلوش الدعم. اللاعب اللي عنده فوق 23 خاصو يلعب في القسم الاول والثاني وبلا ما يبقى حاصل في الهوات. الا عنده المستوى القسم الاول والثاني، الا عنده المستوى، الا عنده مستوى منير علاش يضيع راسو يبقى تمايا؟ ولا كاين اللي يهبط يقلب عليه؟ لا منير الا عنده المستوى راه كينجح، راه كي وقلت واحد الكلمه ولا اللي غيشوفوا اللي غيهبط يشوف اللي يشوفوا. فمازال النقاش مفتوح، مازال غادي نستضيفوا مسير اي لا بد